بيسعدني طبعا اللقاء مع المدير الفني القدير الكابتن عبد الحميد بسيوني. مساء الانوار يا ابو كبات. مساء الانوار يا كابتن مدحت، يعني سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. انا اسعد والله. واحد من اهم الناس اللي في حياتي، الداعمين ليا والمساندين ليا واللي بيثقوا في امكانيات، فانا بشكرك على الهوى وبتمنى لك دايما الصحه والسعاده والتوفيق يا كابتن. يا رب يخليك ابو كبات. وبعدين العمله الجيده تتحدث عن نفسها، ربنا يخليك، مش محتاجه حد يتحدث عنها. اليومين دول بقى التوقف ده، انت مدي اجازه ولا حاجه اللي مسموحه؟ لا خلصت خلاص، خدنا 48 ساعه اجازه. 48 ساعه وبدانا من امبارح الحمد لله. بدات من امبارح. منين فتره اعداد مصغره للفريق الفتره دي، تخللها يعني نرفع الحمل البدني شويه ونعمل مباراه وديه، لان فيه لعيبة الفترة اللي فاتت يعني ما كانتش بتلعب من ضمن المجموعة اللي موجودة في سموحة. فهنبدأ نجهزها فنيا وبدنيا عشان الكل يبقى جاهز للمشاركة. ممتاز. انت كم لاعب عندك في القائمة؟ انا يمكن عندي القائمة كاملة، وعندي 30 وعندي كمان اللعيبة من القطاع الناشئين متميزين جدا. مصعد حد؟ هم متصاعدين اساسا يعني. موجودين. لقيت في 36 لعيب موجودين. مش كتير في الملعب. كتير. علشان كده الفترة دي ان شاء الله باذن الله بنشهد نشوف مين الفتره اللي جايه هيكمل معانا ومين اللي مش هيكمل. يمكن كان بالظبط. احيانا كنت بتكلم دايما في حته انه في بعض اللاعبين جيدين بس اللي بيلعب افضل، فاللاعب الجيد يعني بتتعامل معاه ازاي وهو ما بيلعبش؟ والله يمكن انا بتعامل معاهم كلهم ان انا بجهزهم فنيا وبدنيا. كلهم بنفس المساحه، بنفس مساحه اللاعب الاساسي. في نفس الوقت انا بتكلم معاهم معنويا. دي مهمه قوي. بالظبط. ان انت لازم تكون جاهز معنويا وبدنيا وفنيا، بحيث لما تيجي الفرصه وتبقى موجود في الملعب ويبقى وجودك في الملعب بارادتك انت بقى ما تخرجش من الملعب. ادي المردود الفني اللي، لان انا كمدير فني ماليش حسابات يا كابتن، انا حساباتي اللي هيكسبني واللي هيجيب طبعًا واللي هيتعب طبعًا ويجتهد ويقاتل على مكانه وعلى فرقته وعلى ناسه. هو ده اللي بيبقى موجود معايا. البعض مثلا بيبقى من مدرسه ايه؟ عندك مثلا راس حربه، انت مثلا عندك مروان حمدي راس حربه. اكيد عندك راس حربه تاني. عندي. وبما انه مقيد اكيد لعيب كويس. تمام. هل من مدرسه ان ممكن لو انت كسبان مثلا 2 أو 3 تديله مثلا تلت ساعه 25 دقيقه، ولا بما ان الاساسي بيلعب يفضل يلعب الى ان تاتي ظروف؟ والله يا كابتن انت بتبقى بتلعب بحسب مجريات المباريات، يعني انا مثلا في مباريات ممكن استعين بثلاث فراوده، ممكن استعين باثنين، ممكن استعين بواحد، حسب الظروف اللي بتمر بيها المباراه او المباريات اللي انت بتبقى محتاج فيها مثلا مكسب، والمكسب مهم وضروري، فانت بلعب باكبر عدد ممكن منهم، بس على الاقل بيبقى في قائمه ال20 ثلاث مهاجمين، سواء كان بواحد بيلعب او الاثنين بيلعب، وبالتالي يشعر انه على الاقل في الصوره، يعني انه قريب وموجود من ضمن. دي مهمه جدا. بالظبط يا كابتن. طيب عندنا تقرير بقى عن حضرتك نشوفه ونرجع تاني. اتفضل. عبد الحميد بسيوني، مسيرة ناجحة في الملاعب المصرية. عبد الحميد بسيوني هو أحد أهم هدافي الكرة المصرية، فكان قناص الأهداف الذي تألق بين صفوف نادي الزمالك وحجز مكانا أساسيا بالفريق، فضلا عن بصمته مع الأندية التي تولى تدريبها معتليا منصات التتويج مع طلائع الجيش باقتناصه لكأس السوبر على حساب الأهلي. ولد بسيو الكرة المصرية في 12 مارس عام 1972 بمحافظة كفر الشيخ، وانطلقت مسيرته مع كرة القدم مع فريق كفر الشيخ بالدرجة الثانية، ونجح في أن يكون الهداف آنذاك، فجذب أنظار مسؤولي نادي الزمالك لينضم إلى الفريق في عام 1997 ليحقق في موسمه الأول لقب الهداف برصيد 15 هدفا، واستمر في تحقيق الألقاب حيث فاز بأربعة بطولات محلية وقارية، بطولة الدوري موسم 2000-2001 وبطولة الكأس عام 98، فضلا عن بطولة الأفرو أسيوية للأندية عام 98 وكأس أفريقيا لأبطال الكؤوس موسم 99-2000. ولم يتوقف صائد البطولات وقناص الأهداف ليحصد لقب الدوري من جديد مع النادي الإسماعيلي موسم 2001-2002 قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود الفريق الصاعد إلى دوري الأضواء والشهرة موسم 2003،
ليقود الفريق تحت قيادة حلمي طولان، واستمر بسيوني حينها مع حرس الحدود لستة مواسم متتالية قبل أن يقرر اعتزاله عام 2009. على المستوى الدولي انضم بسيوني لمنتخب مصر وخاض العديد من المباريات، بينهم بطولة كأس القارات مع الراحل محمود الجهري عام 99، كما كرم من الفيفا عام 2002 بعدما نجح في تحطيم الرقم القياسي بتسجيله لهاتريك في 4 دقائق مع الفراعنة أمام ناميبيا على استاد الإسكندرية ضمن تصفيات مونديال 2002. نجح بسيوني في تحقيق 4 بطولات لكأس العالم العسكري وبطولتي أفريقيا، وحصل على لقب هداف كأس العالم العسكري عام 2001، كما حصل على وسامين للرياضة من الطبقة الأولى وميدالية الجيش التي تعد أعلى وسام في القوات المسلحة يعطى لمدني. على المستوى التدريبي سجل بسيوني اسمه كأحد المدربين أصحاب البصمة، حيث بدأ مسيرته كمدرب مساعد مع أبرز الأسماء التدريبية في مصر أمثال طارق العشري وحلمي طولان وأبو طالب العسوي وخالد جلال وطارق يحيى وسيرجيو فارياس في الجهاز الفني بنادي الزمالك، فضلا عن توليه منصب الرجل الأول لحرس الحدود ومرباط العماني وطلاع الجيش الذي حصد معه بطولة كأس السوبر، إلى جانب توليه غزل المحلة والسموحة مؤخرا. طيب هاخدك شويه ذكريات لاعب، عشان حتى لعبتك في سموحه ممكن سنهم ما يكونش اتفرج، يعني مش كده برضو ما يكونش فيه وفي بس برضو لازم يعرفوا. يعني الاول كلمني عن مسيرتك كلاعب، فكرني كده بالتاريخ. يمكن يا كابتن اولا بشكر كل منظومه العمل على التقرير الممتاز اللي اتعمل، بشكرهم. وكابتن بدأت مسيرة يمكن صعبة شوية، يمكن أنا واحد من الناس اللي قتلت وكافحت علشان ألتحق بنادي من أندية القمة. يمكن كنت لاعب في نادي كفر الشيخ في ناشئين كفر الشيخ. بدايتي عندي 14 سنة. تدرجت في صفوف الناشئين ولعبت في الفريق الأول، كان عندي 17 سنة، واستمرت في كفر الشيخ لغاية ما بقى عندي 26 سنة. لأن كان في قانون يا كابتن في الوقت ده ان انت ما ينفعش تنتقل لنادي الا عن بموافقه ناديك بعد ما يعد عليك 6 سنوات من لعبك بعد 20 سنة. مظبوط. انا عارف القانون ده اللائحه. استنوا عليا لغايه ما بدات، عدى 5 سنين وبعدين باعوني في السنه الستة لنادي الزمالك. في الوقت ده اول حاجه فروحت نادي الزمالك سنه 97 98، ويمكن كانت مفاجاه كبيره ان لاعب بيجي من الاقاليم وياخد مكان اساسي في الفريق. كان مين الاساسي؟ كان لسه في الوقت ده كان موجود الكابتن ايمن منصور، وكان موجود مجموعه متميزه جدا من المهاجمين. وكان اللي بيقود نادي الزمالك في الوقت ده مستر رود كرول، ومدير فني من المديرين الفنيين الكبار يعني. الهولندي كرول طبعا. فاتفاجئوا ان انا خدت مكان اساسي في الفريق من اول لقاء. لعبت، كنت هداف الدوري المصري برضو، في مفاجاه من المفاجات الكبيره جدا ان انت تيجي من كفر الشيخ تاخد هداف الدوري في اول موسم. كنت هداف الدوري واحسن لاعب في الموسم ده، خدت موسم 97 98، احرزت 15 هدف. وبدات اشتغل مع نادي الزمالك، يمكن كنت هداف نادي الزمالك في الفتره دي، قعدت 4 سنوات. انتقلت بعدها لنادي الاسماعيلي، قعدت مع الاسماعيلي سنتين، اخر دوري لنادي الاسماعيلي 2002 يمكن خدنا الدوري بدون هزيمه. Yeah. 26 مباراة يا كابتن، فزنا في 20 مباراة وتعادلنا في 6 مباريات. معقولة؟ وعملنا أمتع مباريات الدوري المصري، مباراة 4-4 مع النادي الأهلي، ومباراة 4-3 مع نادي الزمالك. من المباراتين اللي تقدم فيهم مردود فني كبير جدا، وفزنا بالدوري، وكان ده آخر دوري النادي الإسماعيلي. 2002 آخر دوري. آخر دوري. لعبته 26 مباراة بدون هزيمة. بدون هزيمة. دي أول مرة أعرف دي. بدون هزيمة يا كابتن. ما شاء الله. قدمنا كمان مردود فني في الموسم ده. يعني ما كانتش جماهير الاسماعيلي بس اللي كانت سعيده، لا ده كانت جماهير الكره المصريه سعيده بفريق نادي الاسماعيلي في الوقت ده. كنا جيل جامد قوي. انت مش قايم بركات، وسيد الشاطر وسيد معوض وعماد النحاس وحمام ابراهيم واحمد فتحي وايمن رمضان الله يرحمه، مجموعه كانت عظيمه جدا قوي من جيل من اجمل الاجيال اللي جاتنا نادي الاسماعيلي. ممكن بس ممكن خالد بيبو ما حضرش. لا ما حضرش. كان بعد كده. صدقني يا كابتن مدحت، حتى أنا لو قعدت أحكي على سنة الدوري عايزة ساعات. كانت الإسماعيلية كلها بتطلع معانا
لغايه البوابات بتاعت الاسماعيليه تودعنا واتقابلنا من عند البوابات. ومفيش مباراه لنادي الاسماعيلي في الوقت ده الا وكانت مدرجات النادي الاسماعيلي مقفوله في كل الملاعب. طب انا هفكرك صوت وصوره بهدف في ماتش الاهلي والزمالك والاسماعيلي 4-3 ورينا جبت انا جونين وكان الكابتن مدحت اللي هدف خطيره وبا جوه جول الهدف الاول للنادي الاسماعيلي. مفاجاه وحلوه. الكاميرا راحت على بركات فكل الناس افتكروا انه بقى بركات اللي عملها لي بالعرض وجبت الجون الرابع وعملنا بقول لحضرتك مردود فني كبير. عشان كده لما الاسماعيلي فاز بالدوري في هذا الموسم مفيش حد من جماهير مصر كان زعلان، كان كله فرحان ان اللي استحق الدوري عن جدارة خد الدوري وكورته حلوه. وكان الاهلي نافس معانا في الموسم ده لاخر مباراه. بالظبط لاخر مباراه. انا متذكر دي مسيرتك. لا، وانتقلت الحرس الحدود. ايوه، رحت قعدت 6 سنوات في نادي الحرس. بالظبط، ختمته الحمد لله والشكر لله وانا لاعب ببطوله. فالحمد لله ربنا جعل. خدت بطوله مع الحرس وانا لاعب كاس مصر. وانت لاعب؟ طبعا كاس مصر. بالظبط، وخدت بطولتين وانا مساعد مدرب مع الكابتن طارق العاشر. فانا من النوع اللي هو ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه ان انا اي مكان بتواجد فيه بيكون فيه بطولات. صحيح. يعني الحمد لله الانديه اللي انا لعبت فيها اخدت فيها بطولات. وختمت في حرس الحدود، وتاني يوم التحقت بالتدريب بالجهاز الفني، لان كان الله يرحمه سيادة مشير طنطاوي طبعاً من الناس اللي انا يعني طيب الذكر معايا طول الوقت مع مصر كلها. فكان دايما بيختار كوادر لمصر يعلمها ويسلحها بسلاح العلم. فكنت انا من ضمن الناس اللي علمني وسفرني بره اوروبا واداني شهاداتي كلها التدريبيه من اوروبا وعلشان يعمل كادر تدريبي مش لحرس الحدود او للجيش، لا، لمنتخباتنا الوطنية وأنديتنا المصرية. يعني على ذكره عشان برضو الناس تبقى عارفة الراجل ده قد إيه أو خدم مصر، كل الناس عارفة طبعا وفي أحلك الظروف. يحضرني مرة، أنا ما كانش فيه علاقة مباشرة، يعني كنت أنا هعلق على مباراة كان الزمالك مش فاكر مين في استاد القاهرة، كنا وقتها بنطلع فوق نعلق من فوق خالص الكابينة اللي هي فوق، وهو طبعا كان ما شاء الله ساعتها وزير الدفاع وحاجة كان بيحب الماتشات ويحضر فكان قاعد في المدرج اللي فوق لوحده، انت عارف الفردة المدرج اللي فوق دي خالص دي فاضية عشان كانوا خايفين ان يحصل حاجة المدرجات تقع ولا بتاع، فدايما كانت بتبقى فاضية. فهو قاعد في وسط المدرج فوق لوحده خالص. وانا ركبت الاسانسير طالع بقى عشان رايح على الايه على الكابينة. فانا ماشي كده لوحدي، انا كمان ماشي، فهو بيتلفت كده بالصدفه يعني شافني، يعني مش عايز اقول لك، قال لي مدحت، انا قلبي رفرف ان وزير الدفاع عرفني، واخد بالك كابتن حاجه يعني رياضي من الطراز الاول، ايه ده، بيحب الرياضه والرياضه، وناداني والله وقربت له وسلمت زي فندم، قال لي هيا تعلق النهارده مين هيكسب كده، يعني شخصيه منتهى التواضع اللي في الدنيا، يعني وقائد عظيم. انا لو قعدت يا كابتن مدحت مع حضرتك اتكلم عن سياده المشير طنطاوي الله يرحمه طبعا عايزين حلقات. طبعا، لان سياده المشير انا بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي كان بمثابه الاب ليا. انا عارف انك لان انا كان بيني وبينه علاقه خاصه جدا. وعمرها ما بتيجي يا كابتن الا لما كان بيلاقي قدامه واحد يعني برغم انه رفض انتقالك للاهلي. حصل. انا عارف حصل. يعني واحد بقى حجم وعظمة سيادة المشير طنطاوي. ويمكن أنا في صور بتجمعني بيه من وأنا عندي من 97 للفترة حتى الأخيرة، وإحنا مرتبطين ما كناش بنتفارق دايما. كنت بتلعب خماسي معاه كمان على طول. وكنت دايما متواجد معاه على طول في كل الأماكن، ولو أفضل عليا لا طيب الذكر. شوف إزاي أنا سيرته معايا في كل الأماكن والله مع مصر كلها. فالله يجازيه خير على اللي يعني عمله معايا وعلى اللي عمله مع مصر كلها. مع مصر كلها ده هو ده هو نجد مصر. طيب، وافقت على تدريب سموحه وسبت ليه غزل المحل؟ بص يا كابتن، اتفضل. كل الحب والاحترام والتقدير لغزل المحل، سواء مجلس اداره او جهاز فني او لعيبه او جماهير، شفت يعني ربي يشهد انا بحبهم قد ايه. الاختلاف يا كابتن في ال 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 يعني اختلافاتنا مع بعضنا في امور خاصه ما تعنيش ان احنا يبقى بيننا وبين بعض اي مشاكل، لا، كل الحب والاحترام والتقدير لهم. قضيت معاهم باخلاص فتره جميله وشرفت ان انا
دربت غزل المحلة، وإن أنا قضيت مع غزل المحلة 15 مباراة في ظل حب وتشجيع جماهيري كبير جدا، وحب من مجلس الإدارة واللعيبة. ورحت لنصف نهائي الرابطة معهم. بص يا كابتن، إحنا اتحطينا في مجموعة فيها الزمالك وفيها الـ الجيش وإنبي وفاركو وسيراميك. الزمالك ثلاثة أنت. سيراميك خدنا الأول ب 11 نقطة. ما شاء الله. أما تاخد الأول بماتشات كانت كبيرة جدا. وفي الدوري كنا في المركز التاسع عندنا 20 نقطة. فقدمت برضو مجموعة من اللعيبة المميزة جدا اللي بتلعب حاليا، اللي هم كان أول لعب لهم كان معايا. فأنا بشكرهم على الفترة الجميلة اللي أنا قضيتها فيهم، واختلافنا في الـ في الـ في, الـ في العمل ما ينفيش ان بيني وبينهم عشره وبيني وبينهم علاقه طيبه طبعا. وحفضل دايما ذاكرهم دايما بالخير وبكل الحب، وبتمنى لهم دايما كل التوفيق. وخلينا برضو اضيف حاجه يا كابتن باسيوني بعد اذنك، ان هو اول نادي خارج قطاع القوات المسلحه. بالظبط. يعني انت دربت طلائع الجيش ودربت حرس الحدود ومرباط العمان، ورباط العماني خارج مصر. خارج مصر. آه هو برضو حطك في دائرة الأندية كابتن. أنا بقول الشعبية. لحضرتك أنا 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 أصلا من محبي ومشجعي نادي غزل المحلة. أو طول عمره. واختلافي يا كابتن في مع الأشخاص لأسباب أمور بسيطة من وجهة نظرهم تحصل. إنما هي كبيرة بالنسبة لي. والله يا كابتن ما كان في موضوع سموحة تماما. كانش فيه. والله ما كان فيه يا كابتن. ولا كان في أي اتفاق، لا من بعيد ولا من قريب. والله يا كابتن. نعم صادق طبعا. والموضوع أنا هفضل شايل لهم كل حاجة كويسة. تمام. واللي بيني وبينهم أصلنا لما بنحب مكان يا كابتن وبننتمي له، إحنا مش يعني الأشخاص مش هيخلونا نخسر المكان اللي احنا بنحبه. احنا طبعا. بنحبه. وبرضه هنفضل شايلين لمجلس الاداره وكل الناس لهم عندي في قلب حاجات كتيره. جميل. على الاقل بيني وبينهم حب وود وعيش وملح وعشره غاليه. هفضل شايلها طول العمر. جاء بقى ازاي تدريبك لسموحه؟ والله يا كابتن انا زي ما قلت لحضرتك كنت بلغت ان انا همشي اخر مباراه ليا للاتحاد، وكان تاني يوم كان يوم صيام اخر يوم في رمضان. وكنت خدت ولادي ورحنا فطرنا في 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 مكان معين يعني. وقضينا في اليوم في المحله؟ لا يا كابتن في القاهره. في القاهره. وقضينا اليوم وخرجنا وقضينا اليوم وانبسطنا ورجعت. انا من النوع اللي يا كابتن بقفل التليفون بتاعي، بتيجي الساعه 12 بقفل التليفون. بقفله واحطه على وضع الطيران، وبعدين بسيبه على الواي فاي بتاع البيت علشان لو جات لي رسالة مهمة أو حد محتاجني ضروري أو حاجة أشوفها يعني ممكن أتعامل على طول. فجات لي رسالة ساعة 1:30 صباحا اللي هو أول يوم العيد. لو سمحت يا كابتن افتح التليفون عايزين نكلمك. فتحت التليفون كانت الساعة كابتن 2 بالليل. فحصل اتصال تليفوني. من مين بقى؟ من السيد المدير التنفيذي لنادي سموحة. كلمني ان ها كابتن ممكن تمسك نادي سموحه. قلت له يشرفني، نادي سموحه من الانديه العريقه جدا والانديه الكبيره اللي بتضم مجموعه متميزه جدا من اللعيبه الاكفاء المحترمين. وقلت له رحنا وقعدنا اتفقنا شفهيا، حتى مضينا العقود يوم 5 في الشهر يعني بعد 5 ايام من الاتفاق. واتفقنا وما اختلفناش على حاجه. قعدت مع الاستاذ وليد عرفات، راجل جميل جدا، رئيس جداً. مجلس الاداره. راجل من الناس الشخصيه جميله جدا، هو وكل اعضاء مجلس الاداره اللي من خلالك يا كابتن بوجه لهم كل التحيه والتقدير، لان الناس دي موجوده معانا في التدريبات يوميا ودايما داعمين لنا. واصبح دلوقتي يا كابتن لو انت شفت في المدرجات هتلاقي اعضاء النادي التف ورا الفرقه وبقوا يجوا يحضروا ما شاء الله المباريات بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتائج الفرقه في الفتره الاخيره، ومجلس الاداره اللي موفر كل عناصر الدعم للجماهير وللعيبه. وعايز اقول يعني برضو بقى في جمهور يعني بقى من الاعضاء. الاعضاء بتحب تحضر الماتشات. لو احنا شفنا ماتش المصري ولو شفنا ماتش انبي الاخير هتلاقي في المدرج اعضاء نادي سموح موجودين. اعضاء عادي عاملين اعضاء العامل اللي هم محبين لناديهم بيحضروا دلوقتي الماتشات. طب كويس معنا. فكل الشكر لمجلس الاداره المحترم بكامل هيئته، كل الشكر والتقدير لجهاز الفني المحترم اللي بيتعب معايا وبيشتغل سواء الجهاز الفني او الاداري او الطبي او كل الناس اللي بتعمل معايا في سموحه. وبشكر كل اللعيبه الاكفاء المحترمين اللي ما خدوش وقت معايا يا كابتن واشتغلنا على طول. ويمكن يا كابتن لو شفت 4 مباريات ب10 اهداف. انا لسه هكلمك على الماتش ده تحديدا. يعني 5-2
انت كمدير فني ككوتش من وجهة نظرك ايه سبب غزارة الاهداف في الماتش ده؟ كابتن انا يمكن اشتغلت اول ما اشتغلت مع سموحة اشتغلت على الشق الهجومي، لان الشق الهجومي بالنسبة لي عندي عناصر كويسة جدا، سواء كان مروان اللي انا طبعا بدعمه من خلالك يا كابتن وكنت بتمنى يبقى موجود في منتخبنا الوطني صحيح. وان شاء الله الفرصة جاية له كتير. واحد من المهاجمين المتميزين جدا جدا يا كابتن. لما تقرب منه يا كابتن وتشوفه على ارض الواقع تشوف منه حاجات جميله، كلاعب كوره على اعلى مستوى، هداف من الهدافين الكبار جدا، صانع لعب كمان مع زمايله متميز، سواء كان هو او عبد الكبير الوادي او صديق او كل اللعيبه اللي موجوده. عندك مجموعه ممتازه، مجموعه ممتازه اشتغلت معاهم، وبنشتغل على جمل هجوميه سواء من على الاطراف او من العمق، بحيث ان احنا تدينا افضليه. ويمكن زي ما انا بقول لحضرتك يعني على ارض الواقع اترجمت 10 اهداف في 4 مباريات، ده نسبه كبيره قوي يا كابتن. طبعا 10 اهداف في 4 مباريات كتير جدا، يمكن هي 2.5 في كل مباراه يعني تقريبا. فانا بشكر اللعيبه كلها، حتى خط الدار والدفاع ووسط الملعب وحراسه المرمى، كل الناس، كل لاعب انا عايز اقول باسمه، بس انا يعني بقول لعيبه سموحه طبعا مفهوم اكيد لها الشكر والتقدير. وان شاء الله زي ما انا بقول لك ان شاء الله عندنا كتير، ده كابتن يعني ديفندر من الديفندرات اللي هيبقى له مستقبل. ده حمدي علاء اعتقد، حمدي علاء ده معار من الزمالك. معار من نادي الزمالك. طب ايه هيسيبوه السنه دي تفتكر ولا؟ انا اتمنى انه هو ومروان يتمد اعارتهم معايا بالاضافه الكناريا، بالاضافه الحمص، بالاضافه للخواجه، بالاضافه الله يشفيه، يعني عندنا لاعب مصاب يعني من اللعيبه المتميزه جدا 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 كابتن. لكن لسه حتى الان ما حصلش اي اتصال من نادي الزمالك بخصوص مروان حمدي او حمدي علاء. احنا الدور الثاني لسه كابتن، انا عارف فاضل فيه 13 مباراه لسه بادري. لكن ما وصلكش اي معلومه؟ اصل انا معلوماتي انه مروان غالبا هيرجع. والله انا هروح لنادي الزمالك وهتكلم مع سياده المستشار مرتضى، لو في امكانيه انهم يخرجوا ويكملوا معايا اتمنى، هبقى سعيد. يعني اكيد الامر في الاول وفي الاخر لمجلس اداره نادي الزمالك. بالظبط. ده ماتش ام بي 2-0 وبقى 2-2 استر كامبانيا الهدف ده سيلا في كان مفاجاه 96. استر كامبانيا كابتن بتقدم مباراه قويه جدا جدا وبتقاتل على حظوظها في بقائها في الدوري. فلهم كل التحيه، سواء مديرهم الفني كابتن علاء او كل اللعيبه اللي بتجتهد، لهم كل الاحترام والتقدير. طبعا طبعا. لكن موضوع انه الكابتن احمد سامي مشي من سموحه وفقا لكلامه نظرا لقله الامكانيات الماديه، هل تحدثت مع مجلس الاداره في هذا الامر، او انت شايف يعني مؤشرات لهذا الامر؟ طبعا انا بكن كل الحب والاحترام لحبيبي واخويا وصاحبي كابتن احمد سامي، وبتمنى له التوفيق مع سيراميكا. انما كابتن للامانه بتكلم ان مفيش اي حاجه ناقصه لعيب السموحه فعلا. اخر مكافاه حتى مباراه استر كامباني خدنا مكافآت اللعيبه كامله، على طول لعيبه واخدين مستحقاتهم الشهريه كامله. رئيس النادي قعد معاهم اكتر من مره، الاستاذ وليد، ووعدهم ان مفيش جنيه لهم هيتاخر، وان الميزانيه عندهم كبيره الحمد لله، وانهم مستمرين في دعم اللعيبه ومساندتها ومستحقاتهم ياخدوها في مواعيدهم اللي هم متفقين عليه. ودي حاجه محترمه جدا. فحاليا لو في لعيب واحد لسموح عنده مستحقات يطلع يقول ان هو ما شاء الله. للامانه مجلس اداره حب يديهم عملي ان احنا الموضوع ده مش موجود تماما. وان احنا في اطار سياستنا ان احنا كان فريق الكوره مثلا بياخد ميزانيه كبيره، احنا قدرنا كمان علشان الاعضاء تبقى يعني اعضاء الفرق الاخرى في كل الالعاب، قدرنا كمان نوفر لهم الدعم كلهم، بحيث ان كل الفرق تدعم بعضها وتبقى مسانده، ما يبقاش فريق الكوره اللي الناس واخد التورته كلها. فهم قدروا انهم يوفروا فرقه الكوره مستحقاتها كامله، وفي نفس الوقت الالعاب كامله، والامور الماديه للامانه الى الوقت بكلمك فيه، وهم واعدين ان ده هيستمر على طول، لان طبعا يا كابتن
فريق الكرة في سموحة كيان كبير دلوقتي وأصبح له محبين في كل أنحاء مصر كلها. أنت بتنافس على المربع الذهبي وعلى الكونفدرالية. فبالتالي يا كابتن هم اتكلموا في النقطة دي مع اللعيبة ومعايا بصفة شخصية ومع الجميع إن إحنا سياستنا هتفضل مستمرة، إن فريق الكرة بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا وهيفضل داعمين ليه، وكل مستحقات اللعيبة ملتزمين بيها سواء اللعيبة المصرية أو اللعيبة الأفر. هو كان مشرفني هنا ضيفي وهو قال اللي انت بتقوله ده على الهوى، هو ده الحقيقة اللي احنا دي حقيقة يعني. بس انا سألته بتشجع أهلي والزمالك، قال بشجع الإسماعيلي. اسماعيلي. طيب حوار آخر ولكن بعد الفاصل. اتحاد الكرة كان اخذ قرار ولا الرابطة؟ اتحاد الكرة اعتقد هو اخذ القرار انه اي مدير فني يمشي من اي نادي خلال الموسم الواحد ما يدربش في الدوري الممتاز خلال هذا الموسم. رأيك ايه؟ شوف يا كابتن، اولا طبعا قبل ما نقفل حتة سموحة كابتن، بتمنى للكابتن حليم الشفاء ويرجع لنا من اهم اللعيبة اللي موجودة في وسط الملعب، فبتمنى للكابتن حليم الشفاء العاجل وانه يرجع لنا ان شاء الله بألف سلامة من اصابته. تمام. شوف يا كابتن، عايز اقول لحضرتك حاجه. هو ليه يا كابتن لما مدرب يمشي لاي ظرف من الظروف؟ افرض يا كابتن انا مش مرتاح عايز امشي، عايز اقعد في اي مكان تاني، عايز في مكان تاني عايز اروح. طب بلاش، انت مش مرتاح، جالك عقد اكبر أفضل. ماديا تمام. هل برضو ده هيبقى مناسب؟ انا بتكلم ليه الانديه لما تيجي تمشي طبعا. أيوة. انا احترامي طبعا للاتحاد الكرة بالكامل واحترامي لرابطه الانديه، واي قرار هياخدوه احنا بنحترمه طبيعي. بس انا عايز اقول نقطه. طب لما النادي بيمشي المدرب يا كابتن لسوء النتائج، والمدرب يروح يقعده في البيت سنه او سنتين او حسب ما يجي له نادي او ما يجيش، ليه الدنيا ما بتقومش وتقعد عادي؟ احنا ليه بنعتبر مشاين الانديه للمدربين سهل وموضوع بسيط انما ما ينفعش المدرب يسيب النادي؟ طيب دي ممكن نقرنها بقى بشرط انه انت تعمل عقدك مع النادي ان لو مشاك تاخد راتبك لنهايه الموسم. يا كابتن انت اكتر حاجه بيحطها شهرين. انا عارف. طيب الشهرين خلصوا. طب بقيه السنه هتعمل؟ انا موافق عشان انت علشان تحط قرار زي ده برضو لازم تراعي فيه المدرب. لان برضو المدرب ده بشر مسؤول عن اسر، ولما نتائجه بتسوء نعم اسهل واحد بيضحوا بيه في اي منظومه. يعني ليه للانديه حلال عادي جدا وللمدربين حرام؟ طيب وجهه نظر واضحه. طيب هاخدك كلاعب سابق في نادي الزمالك ومدير فني كبير حاليا، انت هل الزمالك بيعاني مشكله في خط هجومه من وجهه نظرك؟ لا والله، يعني الزمالك عنده مجموعه متميزه جدا من اللعيبه سواء على مستوى الاطراف او على المستوى المهاجمين. المشكله ان 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 ممكن عدم الثقه في اللعيبه، بعض الشيء الضغوط اللي بتعرض لها اللعيبه، بعض الشيء ممكن مدياهم ان هم يعني بعدهم عن تركيزهم الكامل. انما لعيبه على اعلى مستوى، وبعدين اللعيبه دي حققت لنادي الزمالك بطولات. فبالتالي لعيبه على مستوى. طب مركز راس الحرب، انما مركز راس الحرب محتاج تدعيم في نادي الزمالك. محتاج تدعيم. طيب شفت نهائي افريقيا ازاي بين الاهلي والوداد؟ والله يا كابتن انا بقول للنادي الاهلي هارد لك، انت خسرت بطوله. انما انت هتفضل كبير ونادي كبير ومحترم. فنيا من وجهه نظرك؟ فنيا يا كابتن يمكن الاهلي ما قدمش المردود الفني لمدة مثلا 60 دقيقة. 60 دقيقة ممكن يكون الشوط الثاني في آخر نص ساعة حصل للنادي الأهلي بعض الفرص اللي لو كان استثمارها كان ممكن يرجع للمباراة، وخاصة بيرسيتاو له فرصتين سهلين جدا 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 لو اتعامل معهم بشكل مختلف كان النتيجة ممكن تتغير. إنما اتأخر النادي الأهلي عشان يدخل في المباراة. في المباريات الكبيرة كابتن اللي هي النهائيات، والنادي الأهلي لعب نهائيات كتيرة وفاز بنهائيات كتيرة، ما ينفعش تفرط في الوقت الكبير ده بدون ما يكون لك شراسة على مرمى المنافس. صحيح. فبالتالي يمكن الهدفين كمان اللي دخلوا، وخاصة الهدف الثاني اللي كان في بداية الشوط الثاني، يمكن يكون أثر بعض الشيء. إنما التغييرات ادت افضليه للنادي الاهلي في ال 30 دقيقه الاخيره، وصل لمرمى الوداد. انما طبعا النتيجه دايما
هي اللي بتحكم وهي اللي بتدي كلمتها. صحيح. فبنقول للنادي الاهلي هارد لاك وبنقول للوداد مبروك. والنادي الاهلي يعني اما يفقد بطوله من بطولات كتيره ما تقللش من قيمته وقدره وعظمته يعني. طبعا ما فيش كلام. منتخب الوطني اختيارات الكابتن ايهاب جلال 28 لاعب. اولا اذا كان لك اي تعليق على الاختيارات وموضوع 28 لاعب. شوف يا كابتن، انا من الناس المبسوطه جدا وسعيده جدا بوجود الكابتن ايهاب جلال على راس القياده الفنيه، وانا من الداعمين والمساندين له جدا جدا، لانني دايما مع المدرب المصري، مع ان انا يعني مستر كروش انا كنت بقدره وبحترمه وكنت بتمنى انه يفضل مده كبيره، لان الراجل ده خلق حاجه في الدوري المصري اتمنى الكابتن ايهاب برضه ياخد باله منها، ان خلق حاله تنافسيه بين كل لاعيبه الدوري، ان انت اصبح ان اللاعب اللي هيجيد في ناديه هيبقى له مكان في المنتخب ايا كان النادي ايا كان النادي. وده برضه عمله الكابتن ايهاب في اختياراته. انما انا دايما مع المدرب المصري. كابتن ايهاب بتمنى له النجاح الكبير في تجربته. العناصر اللي خدها كلها عناصر متميزه سواء على المستوى الخارجي او على المستوى اللعيبه في الداخل. طبعا انا كنت بس بتمنى ان يكون في قائمته مروان حمدي. كنت لسه اسالك مروان تعب يعني. واجتهد وقاتل الفتره اللي فاتت واحرز 5 اهداف يا كابتن في اخر 4 مباريات وواحد من اهم المهاجمين اللي موجودين حاليا في الدوري المصري، فكنت اتمنى وجوده في القائمه النهائيه. هو كان كناريا كمان معاه في القائمه الاولانيه، لعيب كويس في القائمه الكبيره كابتن. حتى انا عندي برضو بعض اللاعيبه برضو طلب جوازات سفرها من ضمن القوام الكبير للمنتخب الوطني. انما اللي اعلن في اعلان كان كناريا ومروان. في اسماء ثانيه كانت؟ لا، كان في ناس طلبوا جوازاتها ثانيه يعني، مش جوازات سفر. جوازات سفر. انما بقول كل التوفيق للكابتن ايهاب، كلنا بندعمه، كلنا بنتمنى نجاح تجربته، كلنا معاه مساندين ومحبين، وبنقول له ان شاء الله باذن الله موفق في بدايتك مع المنتخب، وان شاء الله تحقق للشعب المصري اللي بيتمناه، لان شعبنا عنده حاجتين يا كابتن مدحت، عنده النتيجه وعنده الاداء. والاداء مهم جدا. فاتمنى ان النتيجه يكون مرتبطه باداء. وان شاء الله باذن الله كلنا ورا كابتن ايهاب. هل تتوقع تغيير جذري في تشكيل المنتخب عما كان عليه؟ لا يا كابتن، مش هيبقى تغيير جذري. يمكن في لعيبه يا كابتن مميزه حاجزه الاماكن بتاعتها بمجهودها وتعبها، يعني محمد صلاح من اللعيبه. طبعا ده مش هدناه يعني. طبعا ده اللي عندك الشناوي في حراسه المرمى، عندك اللي في خط الظهر باك يمين مثلا عمر كمال. عمر كمال يا كابتن من اللعيبه الشمال. ما فيش الا كريم حافظ. كريم حافظ احمد فتوح كان عامل حادثه فمش موجود. او ايمن اشرف بنتمنى له السلامه. او ايمن اشرف موجود. فيه عندك في نص الملعب سواء النني او عمرو السوليه او الناس دي، ناس مهمه وناس كويسه. على المستوى المهاجمين في مصطفى محمد. ما فيش الا مصطفى واحمد علاء. ومصطفى محمد مش هيشارك في الماتش الاولاني. عنده انذارين. فعشان كده انا بقول لحضرتك كنت اتمنى احمد عاطف. احمد عاطف برضه هو مروان من المهاجمين المتميزين في الدوري. احمد عاطف من المهاجمين الشرسين اللي موجودين في الدوري مع فيوتشر. كنت اتمنى مروان يبقى موجود، لان مروان لو موجود في الفتره اللي موجود ده فيها كان هيهدف. هو في حاله جيده لأنه جدا، في حاله فنيه وبدنيه جيده جدا جدا. صحيح. طيب سريعا يا كابتن بسيوني. هقول لك حاجات تقول لي كم من 10. اوكي سريعا. ها بس ما بلاش يا كابتن. لا ما فيش احراج. خليه يعني ما لازم برضو انت راجل انا عارف مهذب وكيس ودبلوماسي، لكن لازم في حته برضو. ها هو عبد الكريم الوادي صحيح راح الزمالك؟ لا يا كابتن، عبد الكبير معانا لسه له سنه في عقده. لسه سنه وهو مكمل معانا ان شاء الله. لعيب هايل. طيب من 1 ل 10 المستوى الفني لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بطولة على بعضها، المستوى الفني من وجهة نظرك؟ 7 من 10. 7 من 10. مستوى المنافسة في الدوري الممتاز، منافسة؟ كم من 10؟ عارف المنافسة يا كابتن؟ يعني أنا شايف إنها مثلا 8 من 10. 8 من 10. أفضل محترف من بره المصريين في الدوري المصري من غير ما نقول اسمه أو عايز تقول اسمه قول، ياخد كم من 10؟ ياخد 8 من 10. 8 من 10. هل في اسم تحب تقوله؟ عبد الكبير. عبد الكبير بتاعك. وصديق. اتنين عندي محاور يا كابتن. وصديق عندك منين؟ صديق. صديق يا كابتن مش عارف نيجيري حاجه كده. هو نيجيري. هو نيجيري اللي هو ايجولا. بالظبط كده. افضل لاعب في الدوري.
ما تملش قوي الاسم. يعني انا مش عايز اقول افضل لاعب ليه يا كابتن لان في لعيبه كتيره متميزه فلما بقول واحد بحرم ناس كتيره جدا متميزة. لا انا ما بقولش تقول اسم كم من عشرة يعني اديله كم من عشرة؟ 8 من 10 8 من 10 حاجه 8 من 10 طيب محمد صلاح ياخد كم من 10 هذا الموسم؟ 10 من 10 10 من 10 مستوى منتخب مصر في امم افريقيا الاخيره 10 من 10 كارلوس كروش مع منتخب ليه مصر ليه 10 من 10 كابتن منتخب مصر عشان ما حدش يقول ده ما خدش البطوله كابتن منتخبنا لعب اقوى المنتخبات باوقات اضافيه زياده صح. عن السنغال في النهائي يعني السنغال وصل النهائي ما لعبش غير وقت اضافي واحد صحيح. احنا لاعبين اربع منتخبات اقوياء بوقت اضافي فانت بذلت جهد مضاعف عن السنغال صح. يعني ما وصلت السنغال كنت واصل لمرحله من الجهد والتعب كتير وكتير رغم ذلك ما قدرتش تتفوق عليك الا بضربات الجزاء اتفق معاك تماما عمل كروش مع المنتخب يعني اديله 7 من 10 لانه هو خلق حاله كويسه انما خسر وصلنا لكاس العالم وخسر بطوله الامم في النهائي تعامل اداره الاهلي مع ازمه النهائي 10 من 10 قرار اتحاد الكره بعدم التقدم بطلب تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا معلش يا كابتن السؤال تاني اتحاد الكره كان عنده جواب من الاتحاد الافريقي لو عايزين تنظموا نهائي بطوله افريقيا زي الوداد يعني اتفضلوا هو لم يتعامل مع هذا الامر وما بعتش حاجه تديله كم من 10 انا لا تعليق طيب اخر حاجه مستوى الزمالك مع فيريرا لا الحمد لله يعني كم من عشر يعني هو ما وصلش لانه تعادل برضه ماتشاته فقد ابناط فحدله 8 من 10 8 من 10 انت راجل دبلوماسي جدا ما انا كابتن يعني. مش بحب حد يزعل يعني انا جاي مش عايز ازعل حد انا عارف كابتن ماسيوني شرفت ونورت واتمنى لك كل توفيق انا بشكر حضرتك وكنت سعيد جدا بوجودي مع حضرتك يا كابتن مدحت وبتمنى لك دايما الصحه والسعاده وتفضل منور اون تايم سبورت ومنور حياتنا كلنا اشكرك كابتن شكرا جزيلا مع كابتننا الكبير مصطفى اسماعيل والحالات التحكيميه للاسبوع ال21 ولكن بعد الفاصل